بسم الله الرحمن الرحيم. عضو من تنسيقية ديال الموظفين الموضوعية رهنا إشارة بالنسبة لهاد الوقفة اللي وقفنا أمام مقر ديال السي دي تي، هو تعبير وحرية من أجل توضيح الرأي العام بأن المواطن البيضاوي بخصوص الموظف البيضاوي راه كيعاني من عدة مشاكل، منها كتمثل في الصحة، في التعليم، في الجماعة المحلية، في التفويض المدبر بالنسبة للجماعات المحلية الترابية. اللي نقول وصلوا هاد المسؤولين راك اليوم انت جالس في هاد الكرسي، غدا ما تقلش بيه وما تقلش عليه. هذاك الكرسي دير به الخير وما ديرش فيه الخير. الموظف البيضاوي ولا المواطن البيضاوي راه كيتسنى منك انك تنجز ليه العديد من الانجازات وتحقق ليه العديد من المطالب، ولا ما حققتيهاش ليه احد صورتك اسير في حالاتك. كادير محمد، عضو الاتحاد المحلي مجلس الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. اليوم كانوا نديروا هذه المسيره احتجاجا على التعنت الحكومه، لانه من 2011 وهي هذا الحوار الاجتماعي مجمده، لا زياده للطبقه العامله، لا زياده في الاجور، لا زياده في اي حاجه في هذا في هذه البلاد، الزياده الا في الاقتطاعات العامل، الزياده الا في التقاعد، الزياده الا في طرد الشنيع لجميع المكاتب النقابيه. هذا المشكل كان اليوم كننوضوا وكنحتجوا بعد الاضراب اللي درنا في 20 فبراير وبعد المسيرات العديده اللي درناها في هذه السنه، ومازال حنا متواصلين. اليوم كندير واحد المسيره احتجاجيه اليوم 24 في هذه الساحه، ومازال غنديروا مواقف احتجاجيه اخرى في ضد هذا التعنت الحكومي اللي ما بغاش يستجب للمطالب الشغيله وجميع العمال وجميع الموظفين في القطاع العام وفي القطاع الخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الحضور، شكرا على التظاهره اللي داروا الناس. راحنا ضايعين، اغلبيه النساء اللي خدامين في لابوراتوار تقريبا خدموا 40 عام، تال دابا ما بقاش عندنا استفاده من عامو، ما بقاش عندنا استفاده في لاسيرونس. تال دابا اللي دخلوا بعضين باغي يقلعوا لينا لاسيرونس ديالنا. حنا ضايعين دابا، مرادين بالركابي، مرادين بالطانسيون. اغلبيه ديال النساء اللي قطعوا نساء هاد البزازل ديالهم على المرض، ولا فينا المرض الخايب، ولا فينا الامراض بلي برودوي شيميك، القطاع ديال برودوي شيميك. المطالب ديالنا، بغينا لاسيرونس ديالنا تبقى عندنا ونبقاو مستافدين ويزيدونا الدعم والحقوق ديالنا تبقى عندنا. هذاك الشيء علاش كنهضروا دابا، وما فاق استافد من بزاف. اشتركوا مع الشركات اخرين، ولاو دابا بغاو يغلبوا علينا يحيدوا لينا. ديجا هي كديري برودوي مع صانوفي افنتيس، سيتي سوسيتي فرونسيز. دابا بغاو يقلعوا لينا داك الشيء ديال المناصب ديالنا وداك الشيء اللي كان عندنا. وشكرا لكم، ونتمناو تحقق لينا الامور ديالنا. بصفة عامة على هذه الاحتجاجات اللي غادية داخل جميع التراب الوطني ديال المغرب، وهناك العديد من المشاكل اللي مبلوكية والعديد من الحوارات اللي مبلوكية. وعلى سبيل المثال وسبيل الذكر، احنا في الجامعة الحضرية ديال الدار البيضاء وككاتب محلي ديال جامعة الدار البيضاء، هناك العديد من المشاكل اللي كتخبط فيها جامعة الدار البيضاء، وعلى إثر هذاك الشيء مجموعة المشاكل اللي تحلت ومجموعة اللي باقا عالقة. ولكن هما علاش كيرجعوا داك الشيء كيقول لك احنا يلا غادي نبداو الهيكلة، يلا غادي نبداو نصاوبوا المسائل ديالنا. احنا اش كنبغيو؟ حوار معقول وجدي، وجميع المشاكل نطرحوها على طاولة الحوار ونناقشوها بجدية وباستمرارية. هذا هما المطالب ديالنا داخل جامعة الدار البيضاء.